اتصلنا المباشر معكم مستمعينا، مازال مستمر غادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند المستمعة الوفية جدا عتيقة حسني من ثلاث سيدي بالنور. صباح الخير لعتيقة. صباح الخير لالا سالي. صباحتي لاباس عليك حبيبة. الحمد لله الله يبارك فيك. كبيرة العائلة الوالدة كل شيء على خير بارك الله فيك، مرحبا بسلامك. ربي يخليك حبيبة سناء، تحية لك كبيرة وتحية لسامحة والوفاء ولكل الطاقم ديال مرحبا بسلامك شكرا. وتحية لصحاباتي كاملة ديال لالا مولاتي ولا ديال الفيسبوك ولا ديال الواتساب، وخصوصا على رأسهم أستاذة بشرى وأستاذة خديجة وصحاباتي كاملة اللي في الواتساب، وتحية لخواتاتي كاملات ومنهم وفاء اللي دابا في الرباط وكنتمنى تكون تسمعني، وسلمى حسن اللي دابا هي جاية في طريقها من الرباط، وتحية لكل كيسمعني اليوم، وتحية لولدي إلياس الله يخليه ليا يا ربي. يا ربي آمين الله يحفظه لك إن شاء الله. آمين. نبدأ على بركة الله، شنو اقتراحاتك اليوم ولا عتيقة؟ اليوم عندنا واحد اللي كوكل معمرين بالنسبة ديال الشحوت، وعندنا واحد البسطيلة، وواحد المهلبية بالبنان، ولا بقى الوقت غنعطيك واحد الحرشة وبسقوسة بدقيق القمح. عندنا في الوصفه الاولى هي اللي كوكلي معمرين بالنسبه ديال الحوت. واخا عتيقه راه شويه الصوت بعيد خفيف، حاولي الو نحاول نغير البلاصه. اها دابا يمكن دابا هكا خليك يمكن هكا مزيان. واخا تحتاج واحد السادي اللي كوكلي كيكونوا ديجا يعني عندنا مغسولين وبالحامض كنجبير وناشفين مزيان من قبل. واخا كنحتاجو ليهم واحد الكمية ديال الروز كتكون مسلوقة وناشفة، يعني كمية ديال الروز اختياري، إلا بغات دير شعرية صينية كاينة السيدة اللي كتبغي دير تشفى، يعني حسب كنخدمو بهم ثلاثة اللي موجود عندنا. وكنحتاجو واحد الكمية ديال الكفتة اللي كتكون مشحرة في الزيت ومليحة، وواحد جوج صوص ديال الثومة مقطعين كنشحروه مزيان، وكنديروا هذا الروز ولا الصوص مبخره ولا الشعريه الصينيه في الماء طيب كما كنعرفوا الضامه ديال الجبنه ديال الشوم، وحتى هي مقطعه في اناء كنزيدوا عليها هذه الكفته، وكنزيدوا عليها واحد تقريبا واحد ثلاثه ديال الزيتون مقطر ومعلقه ديال الحليب على حسب الذوق، وكنحتاجوا ليهم شومبينيون مقطر وكنحتاجو ليهم تحميره والبزار ومليحه وشويه كمون وضامه ديال الجبنه وديال الحوت وواحد نص حامضه تقريبا ديال حامضه مصيره مقطعه وكزبر ومعدنوس تقريبا واحد جوج معالق مقطعين. كنخلطو هاد العناصر كاملين وكنحتفظو بيهم، نجيبو لي كوكلي ديالنا وكنوجدو لهم الشرمولة ديالتهم. إيه كنحتاجو ليهم واحد ربعة صوص ديال الثومة محكوكين، واحد شوية ديال السمن، شوية ديال البزار، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال السكينجبير، شوية ديال الزعفران، ومليحة، وعصير ديال الحامضة، والبابة ديال حامضة مصيرة. وكنخلطوا هاد العناصر كامله مزيان، وكنمرمزوا فيها يعني كنمنطيو مزيان هاد لي كوكلي في هاد العطريه، ومن بعد كنعمروهم بهاد الحشوه. ايه هاد الحشوه ديال الكفته والروز والصوجه والشومبينيو والزيتون هادشي كامل كنخلطوه وكنعمرو بهم وكنخيطوها، خيطوا هاد لي كوكلي وكنديروهم في الطنجره، وكنزيدو لهم واحد ربعه ديال الصلاط كبار مشلوطين، واحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس، وكنديروهم يطيبوا. ايه حتى يعني كيتقلوا مزيان، من بعد كنديروا واحد الكويس ديال الماء حتى كيطيبوا عندنا الكوكلي مزيان، من بعد كناخذوهم وكندهنوهم بالصوجه وشويه ديال الزبده ولا الزيت وكندخلوهم للفران. من بعد كتبقى عندنا هاد البصله هاد التغميره، كنزيدو ليها الكبده اللي كتكون عندنا الكبده ديال لادان ديال البقري، يعني اللي متوفر. واخا كنكونوا سلقناها بشويه ديال الماء والملح والخل وصفيناها وقطعناها صغيره وكنلوحوها في هاد المارق ونخليوها حتى كطيب وكتغمر مزيان. وإلا بغينا نزيدو كنضيفو ليها واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك حتى كتعلق مزيان عندنا هاد التغميره،
وصافي كندخلوا هاد الكوكلي اللي عندنا الصغار حتى كيتحمروا، كنجيبوا طبق ديال التقديم وكنفرشوا فيها ورقه ديال الخبز وكنشوفوا فيها هاد الكوكلي وكناخذوا ديك لي كوردون ديالنا كنديروا فيهم طوماط صغير ولا كنديروا زيتون بيض السمان الكورني يعني اللي موجود عندنا، وكنزينوا به هاد لي كوكلي وكناخذوا يعني لي طاس صغيورين يعني شي اوني كصغار وكنديروا فيهم هاد الكبيده اللي عندنا مشرمله وكنزينوا بهم الجوانب والوسط ديال هاد الطبق ديالنا. ايه الله يعطيك الصحه، يعني هذا مناسب هكا العرادات وسهل وخفيف. ايه وعندنا واحد البسطيله يعني هي البسطيله كتبقى في نكهه مغربيه ولكن غير ضفت عليها انايا في الحشوه يعني صفا وكاوكا وملح واخا ديالو. كنحتاجوا المقادير، واحد الدجاجه من وزن 3 كيلو كتكون ديجا حتى هي مغسوله وبالزنجبير والحامض ونشفه لنا بليله من قبل، كنديروها في الطنجره وكنضيفوا ليها جوج بصلات كبار مشلوطين وجوج فصوص ديال الثوم محكوكين وكزبرهم عندنا مقطعين، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزنجبير، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال الزعفران، شويه ديال السمن، شويه ديال القرفه، ونص كاس صغير نخلط ما بين زيت البلديه وزيت روميه. وكنخلطوا هاد الدجاج وكنخليوه حتى كيطيب، وكنزيدوا الحامض يعني نص حامضه مصيره مقطعه. كنخليوا هاد الدجاج عندنا حتى كيطيب، من بعد ما كيطيب الدجاج كنهزوه كنحطوه في اناء كنخليوه حتى كيبرد، وكنخليو ديك المرأة البصيله عندنا كتغمر. من بعد كنجمعوها بواحد جوج بيضات حتى ثلاثه. وكنخليو ابا كندوزو الدجاج كنشيدو منو العظام والجلده ديالو وكناخذو ديك الهضره وكنقطعوها تكون عندنا فتات صغيره. من بعد كنحتاجو واحد الكميه ديال الصفه يعني واحد البلافه ديال الصفه كتكون مبخره كنبخروها بشكل عادي. وكنحلوها بشويه ديال الزبده دايبه والزيت و سميتو عليه مليحه على حسب عين الذوق، وكنزيدو لها واحد جوج معالق ديال البخانيني يا ديال البنجلان يا ديال اللوز يا ديال الكاوكاو. يعني اللوغو ديال البخانيني مع الصفا وهاد البسطيله كيجي رائع. صافي كنخلطهم حتى هو باش تفضوا بين جانبا. كناخذوا واحد ربعه ديال الكاوكاو اللي كناخذوه من عند مول الزريعات، يكون الكاوكاو يعني الله نقلي جديد مالح بالقشره ديالته كنهرمشوه. كناخذوا الورقه ديالنا كناخذوا المول اللي حنا غنديروا فيها واش مربع ولا دائري ولا ديال الورده نخرجوا تبارك الله اي اشكال كثيره تبارك الله فعلا كتحيري يعني والله قسم لك كتحيري ملي كتبغي تقسمي. كناخذوا المول كندهنوا بالزبده والزيته وكنفرشوا فيه الورقه، ومن بعد كنرشوا فيه الكاوكاو هو اللي كيكون عندنا نص كميه ديال الكاوكاو كتكون هي الاولى كنفرشوها. من بعد كنزيدوا ليه نص كميه ديال الدجاج، من بعد كنزيدوا داك التغميره ديالنا اللي جمعنا بالبيض، وكنزيدوا ديك الصفه وكنزيدوا داك الدجاج اللي بقى وتنزيدوا الكميه ديال الكاوكاو اللي بقى. وحنا كنحطوا في هاد الحشوات وحنا كنرشوا بشويه ديال السنيده والقرفه على حسب الذوق. من بعد كنمونطيو نجمعوا هاد الورقه مزيان ونثبتوها مزيان وكندهنوها بالبيض عفوا بالزبده والزويته وكندخلوها الفران دائما كيكون مسخنينو من قبل مزيان وكنقصو باش الورقه تطيب عندنا من الداخل ومن برا تجي مقرمشه. صافي كنقدموها مي كنزينوها بالعسل ورق القلاوز ولا بالقرفه والسكر كلاصي يعني اللي موجود. اي الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. لا هاد البسطيله ولا هاد الكوكلي هكا بالمذاق ديال الحوت يعني انت هما مناسبين بالنسبه للعرادات هاد جوج اقتراحات. اي وهاد الحشوه انايا درتها بالصفا وبالروز والشعريه الصينيه ودرتها في الضلعه ودرتها في البسطيله ودرتها في الكوكلي وفي الدجاج. يعني مزيان. حشوه رائعه. يعني هاد الحشوه ممكن تطبقوها يعني في شهيوات اخرين. اللي غنعمروا بها ممكن نطبقوها حتى في لي سيجار ولا في البريوات وكنزينو بهم اللحم ولا الدجاج ولا اللي كان عندنا يعني كتجي الحشوه زوينه بزاف. تبارك الله عليك العتيقه الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك حبيبه سناء هادشي كله تعلمناه منك بارك الله فيك
الحمد لله. عندنا دابا واحد المهلبيه كتشتهي غزال بالمذاق ديال البنات، وعطيتها بزاف وجربوها بزاف على البنات، وصراحه الله كتجيهم جاتهم غزاله. غنحتاجوا لواحد اطر ديال الحليب وربعه ديال البنانات مقشرين ومقطعين، وكيس ديال الفاني وربعه المعالق ديال النشا وربعه المعالق ديال السنيده. كنطحنوا هادشي كامل في الميكسور، وكننديروه في واحد الكاسرونه وكنخليوه حتى كيعقد فوق البوطه. حنا كنحركوه هو كيطيب حتى كيختار هاد الخليط. من بعد كنقسموه ثلاثه ديال الاجزاء، واحد كنخليوه بيض، واحد كنزيدو فيه الكراميل، واحد كنزيدو فيه الشوكولاطه كاكاو كيعطينا اللون هاد. وكناخذوا الكيسان قبل ما كيدفع هاد الخليط، كناخذوا الكيسان اللي غنضربوا فيه فما الخليط وكنديروا طبقات، يعني اما كنديروا الشوكولاط والكراميل والبيض او كنديروا عكس، وحنا غاديين هكا حتى كنزيد الطبقات. اللي عندها الفريز راه كدير لي كولي ديال الفريز وكديروا هو الطبقه الاخرى. وكنزينوا اما بشون كريم شونتي، اما بالمكسرات، اما باللي موجود عندنا. كتجي واحد الديسير كيجي زوين وساهل. دابا غادا ندوز ليك لواحد اللي هي كتجي حرشه بسبوسه، يعني بالدقيق ديال القمح كامل، يعني كما كنطحنوا في الطاحونه كيجي بالمخاله ديالته بكل شيء، هي بالكراميل وبالكاوكاو محمر مطحون بالقشروب، كتجي زوينه بزاف. كنحتاجو فيها واحد زوج ديال البيضات، وكاس ديال معامر ديال سنيده، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال اللبن، ولا ياغورت ديال الفاني، وكيس ديال الفاني، وجوج ديال الخمارات، وكاس ديال الكاوكاو محمر مطحون بقشورو، يعني كيكون مطحون بودرة، وكنحتاجو واحد جوج معالق ديال الكراميل. وإلا بغينا حنا اللون، يعني حنا كنعرفو اللون ديال الدقيق ديال القمح كيكون شوية داكن، بغينا بداك اللون ديال الكاوكاو محمر مطحون واللون ديال القمح راه كيبقى، ما بغيناش يعني بغينا نزيدو نديرو اللون ديالها، كنزيدو واحد جوج معالق ديال الكاكاو، يعني حسب الرغبة. يعني بطريقة عادية تنخدمو سنيدة والبيض والكيس ديال الفاني مزيان، كنزيدو الزيت واللبن ولا ياغورت ولا الحليب ولا اللي موجود عندنا، من بعد كنزيدو داك الكاس ديال الكاوكاو محمر مطحون بقشورو، وزوج ديال الخمارات، وجوج معالق ديال الكراميل، وكندخلوا الدقيق بشويه بشويه، يعني كتكون هي شويه خفيفه ما كنوصلوهاش لذاك السمك ديال الكيكه، لان الدقيق حرش شويه كيشرب. من بعد كناخذوا داك الطاوه ديال الطورطه اللي كتكون مشنفه من جناب، كندهنوها بالزبده ونرشوها بدقيق ديال القمح، وكنفرغوا في هذا الخليط وكندخلوها للفران طيب. هي كطيب كناخذوا حنا الكراميل اللي كنكونوا موجدينه في الدار، انا عندي واحد الطريقه بدا كنعطيها ليك. كنكونوا سخناها فوق البوطه، ملي كتخرج هي يا من الفران كنخليوها شويه كتبرد، وكنسقيوها بهذا الكراميل وكنرشوها برقائق اللون. هي حتى هي لذيذه. واخا عندنا هذا الكراميل اللي قلت لك، كنحتاج واحد زلافه ديال السنيده، كنديروها في واحد المقيله ولا كاسرونه فوق البوطه، وكناخذوا واحد جوج معلقات ديال الماء وكندوزوهم من الجناب ديال ديك المقيله ولا الكاسرونه اللي فيها الزلافه ديال السنيده. كنخليوها السنيده حتى كتذوب كتولي عندنا كراميل. من بعد كنزيدو لها واحد جوج معالق ديال الزبده كبار، وكنزيدو ليها كاس ديال القشده طاريه. دائما كنبعدو وجهنا وحنا كنخلطو حتى كنحصلو على كراميل، وكنحتفظو به في قريعه، وكنبقى باش كنزينو الحلويات ونديرو هكا في التزيين كيجيو الحلويات. الله يعطيك الصحه. نختموا به لانه تبارك الله انا شفت بزاف ديال الاقتراحات يعني قدمتي لي، ولكن للاسف ربما غير الوقت اللي ما يكفاناش، ولكن الفرماج واخا نختموا به. اييه تفضلي. واخا حبيبه سناء، هذا الفرماج انا كنصاوب بالحليب بلدي وباللبن بلدي بالزبده بلديه، يعني كل شيء من الدار، ما كنديرش داك ديال البكيه. مزيان. كنحتاج لي واحد اطرو ديال الحليب، كنديرو في كاسرونه وكنديرو يتغلى فوق البوطه. ملي كيتم جايه الغليه ديال الحليب كنزيد فيه جمعال كبار ديال الخل واطرو ديال اللبن حتى كيولي عندنا شكل ديال الجبن، يعني يتكلل. من بعد كنصفيه في الصفايه ولا في التوب ديال الحياتي حتى كيتصفى مزيان من داك الماء، وهو مازال سخون كنديرو في الخلاط كهربائي، كنزيد عليه جمعال كبار ديال الزبده البلديه وواحد ربعه ديال الفرماجات وشويه ديال الملح.
كنخلطو مزيان في الخلاط ومن بعد كنديرو في بواط وكنديرو في الثلاجة كيجي واحد الفرماج اختفان هائل. كنتمنى السيدة إذا كيجربوه خصوصا اللي كيسمعونا في بوادي. أييه فعلا والمقادير ديالو قليلة، قلتي لنا إطر ديال الحليب ياك؟ أييه. ونغليو في كسرونة، الغلية الأولى صافي نديرو جوج معالق كبار ديال الخل ونضيفو له إطر ديال اللبن. واخا ملي يتكلل ويتكور. أييه تفضلي. ملي كيتكلل ويولد دوك الحبيبات كنصفيو في الصفاية ولا في التوب ديال الحياة. أييه. حتى كيتصفى منو داك الماء، من بعد كنديروه في الخلاط وكنزيدو عليه جوج معالق كبار ديال الزبدة وربعة الفرماجات مثلتين ولا مربعين اللي موجودين في الدار، شوية ديال الملح، وكنخلطوه في الخلاط مزيان حتى كيولي عندنا يعني واحد الخليط أملس. من بعد كنفرغوه في واحد البواط وكنحتفظو به في الثلاجة وكنقسمو الفطور يعني مثلا شي معجنات عندنا اللي شوفو يعني. وهذا غيخرج كمية شوية يعني مزيانة يعني وافي. تبارك الله يعني كيخرج ليا واحد البواط كبير. تبارك الله، لأنه في إترو في إترو. الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك العتيقة، ما سخيناش بك وما سخيناش بالحدقة ديالك وبالاقتراحات ديالك، ودائما الصراحة كتمتعينا بشهوات اللي هي سهلة وبسيطة ومميزة في نفس الوقت. فتحيتنا العتيقة حسني ولكل أسرة ديالك ولكل أوفياء. أنا بثلاث سيدي بنور كنوجه لهم تحية كبيرة بزاف.